اهلا بيكم، انا محمود فادي. تعالوا كده معايا شويه كلاب عايز اوريها لكم. رتويلر، بيجل، هاسكي. انا مش شايف، شايفين ولا لا؟ جولدن. شايفين هاسكي، انواع مختلفه، انواع مختلفه. ايه اللي بيحصل؟ معظم الناس لما بتيجي تدرب كلاب بتتكلم عن نوع، بتقول الهاسكي ما ينفعش يتدرب، الروتوايلر صعب يتدرب، الجيرمان عنيد او ذكي زي ما بيقولوا، جولدن هايبر. هو في الحقيقه ده مش صح. الكلاب دي زي بدلة بيلبسوها لو ما طلعتش احتياجاتهم اللي هم محتاجينها. في فيديوز كتير انا منزلها بتقول لك ازاي نطلع احتياجات الكلب، سواء كان روت، سواء كان بيجل، سواء كان هاسكي، كلهم كلاب بنعملهم ككلاب مش انواع، لان النوع ده عامل زي البدلة. لو انت ما خرجتش احتياجاته تلاقي بدلة الروتويلر تظهر، بدلة الهاسكي تظهر، بدلة الجيرمان تظهر، وهكذا. فمهم قوي ان احنا نهتم بكلب ككلب مش كلب بالنوع. وانا بره في امريكا كانوا بيودوا لمستشفيات الاطفال اللي هم عندهم السرطان وكده كلاب بيتبول يلعبوا معاها. طفل ممكن يشد ديله ويحط صباعه في بقه، ما بيعملش حاجه مع انه بيتبول. ليه؟ لان هم اهتموا بكلب ككلب مش بنوع. فجرب لما انت تيجي تتعامل مع كلب ككلب زي البني ادمين، كلنا لينا شغلانات بس بني ادم. يعني لما واحد يروح لدكتور نفساني مش هيجي يقول له انت دكتور مش هعالجك. ايه اللي بيحصل؟ دكتور ليه بدله، والمحامي ليه بدله، والضابط ليه بدله، بس في الاول وفي الاخر هو بني ادم. وكذلك الكلاب انواع مختلفه بس كلهم كلاب. فعامل الكلب ككلب، ما تعاملوش كنوع. شكرا جدا، نصيحه على الماشي. سلام عليكم.